صباح الخير، صباح السعادة على كل متابعي قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شباب شو. النهاردة حلقتنا هتكون مميزة جدا لأننا هنتكلم عن أرقى وأميز وأقدم الحرف اللي موجودة معانا من زمان. كل البيوت المصرية موجودة فيها، مفيش بيت بيخلو منها أبدا، وهو الكروشيه. الكروشيه حاجة جميلة طلعنا لقيناها مع مامتنا وجدتنا، بس الجميل فيها ان هي بتتطور وبتتطور بسرعة قوي. بدأوا الناس يستخدموها كتجارة ليهم بدل ما هم بيعملوا حاجة لبيتنا والبنتنا والجوزنا وبس. وعلشان كده النهاردة هيكون معانا ضيفتنا إيمان، هتعرفنا كتير عن فنون الكروشيه وهتعرفنا كتير عن طريقة شغلها. أهلا بيكي، ازيك يا إيمان؟ أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد نورتينا. لله بخير. مرسي يا حبيبتي، ربنا قولي لي يخليك. بقى ايه الموضوع؟ البداية كانت هواية من زمان ولا اتعلمتيها علشان تشتغلي بيها؟ هو البداية اتعلمتها طبعا وانا صغيرة، جدتي الله يرحمها انا اتعلمت منها، هي اللي علمتهولي. تمام. يعني داخله المدرسه انا تمام، اه فكنت عارفاه، وبعد كده طبعا انا بقى اشتغلت وطورت من نفسي وبقيت اتفرج. بعدت فتره شويه، فتره اه الجواز وكده، وبعد كده اكيد رجعت تاني. اه طورت بقى من شغلي وبقيت ان انا ادور واشوف والكلام ده كله، لحد ما الحمد لله. بس جات لك منين فكرة انك تخليه بيزنس خاص بيكي بدل ما هو حاجة لبيتك؟ يعني احنا زمان طول عمرنا متعودين تيتا تشتغل لنا سكيرت، تشتغل لنا ايس ايوه كاب، بالظبط. طبعا الحاجات دي كلها. ازاي جات لك الفكرة ان انت تخليها شغل؟ ايه، هو انا الاول كنت فعلا هواية خالص، ما تمام. كنتش بشتغل وما كلام من ده خالص. اشتغلت وواحدة صاحبتي قالت لي ايمان انت شغلك كويس جدا، يعني ابدأي اعرضي شغلك الناس تشوفه شغلك كويس وكده. فلظروف بالبيت واولاده وكده ما كانش ينفع في الفتره دي. بعد كده قلت فعلا يعني الشغل ما شاء الله كويس، ما شاء وناس الله كتير مش عارفه يعني الشغل مش كويس. متعمقة فيه. اه بالظبط كده. فقلت لها ربنا يسهل وكده. وبعد كده بقى بدات ان انا اشتغل شنط، او كانت اول شنطه لاخت جوزي عملتها لها، بدات انزلها على النت. الحمد لله لقيت عليها طلب. اقبال. وبعد كده بقى بدأت ان انا شنطة في شنطة، دي كانت بدايتي. ولحد بقى ما شوية دخلت على ملابس الاطفال وكده، لكن انا في الاخر بحب الشنط جدا برضو. بتحبي شغلها بس جدا. اكيد صعب. ما فيش حاجة هو سهلة. الكروشيه كله حاجة صعبة وبتاخد وقت طويل والشنط طبعا كمان. ومجهود منك. بس الشنط كمان يمكن عشان الغرز بتبقى مشدودة شوية، ان انا اشد ايدي في الغرز ديت بتبقى متعبة طبعا اكتر من اي شغل تاني، غير شغل الصوف في شغل البيبيهات او الكبار عموما بيبقى الشغل مرن شوية. شغل الشنط طبعا علشان الماتيريال بتاعت الخيط بتبقى مختلفة، فطبيعي جدا ان هي بتبقى متعبة تمام. شوية في الشغل لا ده. هو الشغل ما شاء الله باين يعني، والفينش واضح عليه ما شاء الله، ميرسي حاجة يا حبيبتي، ممتازة. ربنا يخليكي. ايه اكتر الصعوبات بقى اللي واجهتك من البداية لحد دلوقتي؟ بصي، هو بالنسبة لشغلي يعني الحمد لله ما فيش صعوبات قابلتني الحمد لله. هو بس حتة ان انا يعني شوية اشتغل وشوية اريح شوية واشتغل شوية كده، يعني عشان زي ما قلت لك البيت وكده. طبعا مع لكن الحمد البيت لله بالنسبة والاولاد والكلام ده كله، طبعا واحنا طبعا عارفين ان هي حاجة بيبقى فيه بتاخد جزء برضو شوية. فبس يعني الحمد لله ان انا في الاخر بقدر ان انا اطلع حاجة كويسة الحمد لله. بس قادرة توفقي بين بيتك وولادك وشغلك ايه وجوزك يعني وكل نوعا الدوشة اللي ما احنا فيها دي، نوعا ما دوشة البيوت المصرية حافظينها طبعا يعني؟ نوعا ما، بس ده ما يمنعش ان انا برضو اوقات لما بيبقى عندي ضغط شغل بصراحة يعني شوية بيحصل مني اكيد تأثير في البيت، في حتة ان ممكن الشغل ياخدني شوية فاهمة، لكن ألحق نفسي بعد كده تاني ايوه. لما الاقي فاهمة. بس الحمد لله. لكن انتي حبيتي تخلقي لنفسك بيزنس خاص بيكي علشان انتي بتحبيه يعني جواكي انا الفن، بحبه جدا فهنا اكيد جدا. انتي قدرتي تنتجي فيه. الحمد لله. لا انا دي حاجة من الحاجات اللي انا بحبها جدا، خصوصا زي ما بقولك ان انا
متعلمها من زمان من وانا صغيره، أوه. اللي هي بقى عارفه الخيط الكتومبرلي والابر الصغيره والمفارش اللي هي بتاعتنا. طبعا اللي موجوده في كل دي البيوت. كانت بدايتي، اللي هي اول ما ابدا خالص اتعلمت بالابره الصغيره خالص والخيط الكتومبرلي الرفيع. فيمكن دوت اللي عطاني متانه في شده ايدي في الغرز بتاعت الشنط شويه. تمام. لكن دلوقتي اكيد الموضوع اتطور عن زمان كتير. طبعا لا اتطور يعني كتير، وقت على الكروشيه التاني دلوقتي بتنزل خلص. اصواف مختلفه، بتنزل ابر، الغرز كمان بتتطور. طبعا بيبقى فيه غرز كتيره جدا جدا جدا. بتزيد مع الوقت. بيبقى فيه غرز كتير طبعا، كل شويه بيبقى فيه حاجه جديده، وبتبقى فيه غرز جديده وموديلات جديده بتظهر، بتبقى في حاجات مختلفة طبعا. ما هي أهم حاجة إنك تطوري. طبعا أكيد أكيد طبعا. أيوة أكيد. طيب إحنا معانا صور برضو هنعرضها. بصي الصور على الشاشة اللي قدامك. أوكي. أنت كمان ما شاء الله مدخلة الجلد مع الطرف. ديت أنا مدخلة طقم جلد فيها مع الخيط. وهنا كمان عندك حاجة فيها جلد تقريبا أنا شفتها. هنا برضو ورياني كده. في ديت فيها الجلد. ديت دي برضو أنا عاملاها فيها جلد قدام وورا، وأنا شغلاها بالخيط، مقفلاها بالخيط. تمام. طيب وبالنسبة للصور كده، بصي دي عبارة عن ايه؟ كلها خيط. ودي كمان طقم لازار، وش وظهر والايد برضو جلد، ومعها سلسلة متوصلة بسلسلة من الناحيتين. ودي ما شاء الله حلوة قوي. ديت وش اكليريك، وشغلاه بنوع خيط مختلف عن النوع دوت. تحفه ما شاء الله. ده خيط تيشرت او كليم، وبنشتغله برضو شنط. بس شغل الشتوي بقى صوف. صوف طبعا. سكارف دي برضو نفس الشنطه اللي اتكلمنا عليها الاول، بس بزاويه مختلفه. يعني دي برضو كانت شنطة متعددة الألوان، مدخلة فيها الإيد جلد. ما شاء الله حلوة قوي. دي شنطة نازلة الجنبين خشب، والحتة اللي في النص دي برضو بنشتغل عليها. دي شنطة برضو كنت منفذاها قبل كده. ده خيط مكرمية فرنساوي برضو، مختلف عن نوع الخيط اللي أنا اشتغلت بيه الشنطة اللي مع الجلد. صلابيت بيبي صوف طبعا. ما شاء الله حلو قوي. دوت شغل برضو منزلينه على الصفحه. ده شغل اميجرومي بقى. شغل اختي. ودي شنطه بخيط الكليم برضو. وانا عامله الايد فيها سلسله ومن الخيط. ودي اخده شكل الثانوي شويه كده، فاهمه انت اللي هو الاطار اللي معمول عليها، وفيها برضو ايد جلد. ده كان صيفي، فيست كده صيفي. بيبقى طبعا خيط قطن. ما شاء الله حلوة قوي برضو. ده الجمال ده معانا هنا. الصواني اللي نازله دلوقتي اخده الموديل التركي شويه. الحاجات دي عمليه بندخل بقى؟ برضو فيها الايد الجلد. بتبقى عمليه. في بيستعملوها كديكور، وفي نفس الوقت برضو بتستخدم. نقدر نستخدمها عادي. بتستخدم عادي. ده كفر مصحف. ما شاء الله. دي برضو صينيه بس مستطيله، بس رمضان، لرمضان كانت. دي شكل تاني من الصواني بيضاوي. برضو مدخلين بيها الجلد. دي كانت كوفرتد بيبي معاها اللاكلوك والايس كاب بتاعها، كانت لبنوته جميله. ما شاء الله حلو برضو قوي. دي بقى حاجه مختلفه، معاها خشب برضو. غير بقى اللي هي الجنبين، لا دي الوش خشب برضو. وانا شغاله عليها بالكليم برضو والاكسسوري معاها.
سرير البيبي ده من خيط الكليم اللي كان معمول منه الشنطه البيضاء، والشنطه السوداء اللي عدت على طول ديت برضو تمام. من الحاجات المتعبه جدا 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 في الشغل. الخيط الكليم دوت تمام من الحاجات المتعبه جدا جدا في الشغل قوي يعني. ماشي اوكي تمام. ما شاء الله الشغل ممتاز جدا، وانا شايفه ان الفينش ما شاء الله حلو قوي. ميرسي يا حبيبتي. من امتى بداتي بقى تاخديه كتجاره ليكي؟ حوالي من 4 سنين كده بدأتي. من 4 سنين بدأت ان انا اشتغل اونلاين. حسيت فرق من وقت ما بدأتي لدلوقتي كتسويق؟ يعني شويه كده وشويه كده، مفيش حاجه بتبقى طبعا طول الوقت تمام، بس الحمد لله يعني نوعا ما. طبعا الشغل بيبقى الحمد لله، لكن معظم الشغل بالنسبه لك على الفيسبوك، على البيج بتاعتك؟ لا، في الصفحه بتاعتي او البيج بتاعتي كانت مؤخرا، ما كنتش عاملاها من 4 سنين. يعني انا اتاخرت شويه في الخطوه ديت، ولسه عاملاها يعني يمكن من حاجات بسيطه كده، لكن انا كنت شغاله من الاكونت بتاعي عادي يعني. تمام. بتفكري بقى يعني حاسه ان انت ممكن تطلعي من تحت ايدك اجيال، او تعلمي الحاجه دي لحد، تعملي ورش، تكبري الموضوع؟ انا طبعا ما عندكيش القدره على ده. لا، الحمد لله انا عندي درايه كافيه بالغرز وبانواع الغرز. انا عموما هو بس اللي ضيق الوقت عندي مش اكتر، ان انا ما بديش نفسي وقت ان انا ادي حد او ان انا ورش او كلام من ده. لكن في طبعا بيسالوني مثلا دي تتنفذ ازاي، دي بتتعمل ازاي كده، او حاجات نفذتها بتعلميهم عادي. طبعا بقول طبعا، وبساعدهم في فيديوهات علشان يعني، لاني في الاول وفي الاخر كتر الفرجة على الفيديوهات ديت بتفرق طبعا. بتديكي برضو خلفية انك انت تعرفي تطلعي شغل كويس جدا، حتى لو مش هتعملي حاجة من الفيديو اللي بتشوفيه، بس هو كتر الفرجة على الفيديوهات ديت بتطلع شغل جميل جدا في النهاية يعني. والله انا شايفه ان انت موهوبه ميرسي يا حبيبتي، والفينش بتاع الحاجه ما شاء الله حلو. ربنا يخليكي، الشغل كله ممتاز. ميرسي يا حبيبتي. العرايس بقى الجميله دي ايه موضوعها؟ العرايس الجميلة دي معانا برضو من شغلة صفحة، بس المسؤولة عنها بقى أختي. عروسة التخرج دي كانت عاملاها علشان هي اتخرجت السنة دي، فكانت عاملة العروسة ديت وعاملة لها تطريز طبعا للعين. حلوة جدا. حلوة جدا. ميرسي يا حبيبتي. ما شاء الله. وعاملة سوبرمان، بس هي حبت تغير في الشعر شويه، قالت يعني ابقى مختلفه حبتين. برضو شغلها ما شاء الله يعني حلو. ما شاء الله برضو عليه اقبال زي الشنط والمفروشات والملابس حاليا بدا يتعرف، لاني ما كانش لسه معروف قوي شغل الاميجرومي دوت، بس حاليا دلوقتي بدا يتعرف كتير عن الاول. بس غرزه بتشبه الغرز بتاعت الشنط عادي واللبس، ولا غرزه بتاعت هو كل شغله معتمد على غرزه اسمها غرزه الحشو. الاميجرومي كله عباره عن غرزه حشو. بس بقى بإبر يعني برضو بتبقى صغيرة نوعا ما، الخيط بتبقى قطن. غير طبعا بقى الشغل التاني، في أصواف، في أنواع تانية من الخيوط للشنط يعني مختلفة. ما شاء الله. لا شغله حلو برضو قوي يعني، يعني جلفت النظر. واكيد جميل جدا أكيد فعلا، لانه فعلا انا شايفه ان الكروشيه حاجه بتتطور جدا مع الوقت، وهينجح يعني بجد في ان نجاح. شاء الله. ما شاء الله. يا رب يا رب. هو فن جميل ولازم ياخد حقه، لازم يكون حد بيحبه علشان طبعا يقدر ينتج فيه. دي اهم حاجه طبعا، لازم اي حاجه بتتعمل لازم تتعمل، وبعدين دي حاجات بتتعمل طبيعي بحب يعني. اكيد طبعا. اكيد طبعا. قولي لي بقى شهاده التقدير اللي انت واخداها، ايه قصتها؟ دي كانت مسابقه معموله على جروب، وانا اشتركت بصور من شغلي من الشنط، والحمد لله اخدت عليها شهاده التقدير ديت من جريده الاسره العربيه. بشكرهم طبعا لانهم عاملين فعلا مجهود حلو جدا جدا في الجروب، وعاملين دعم لكل فنانين الهاند ميد عموما مش الكروشيه بس، فانا بشكرهم جدا جدا طبعا على دعمهم دوت. التقدير اهي على الشاشه قدامك. ما شاء الله، يعني ده انجاز اكيد بالنسبه لك. طبعا طبعا. اكيد اكيد طبعا يعني.
ان انا اخد شهاده زي دي، طبعا دي حاجه كبيره جدا اكيد بالنسبه لي. فنانه زيك لازم تاخد الشهاده دي طبعا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا اكيد يخليكي. يا حبيبتي السوشيال ميديا بقى كان ليها دور في تسويق منتجاتك؟ اكيد. هو الاساس اكيد، لان هو شغلي كله على السوشيال ميديا. يعني ما كانتش بدايتك صحابك ومعارفك واخواتك؟ ايه، كان البدايه اللي هو بقى عارفه انت اللي هو بتعملي الهدايا لقرايبي ولصحابي، اللاكلوك والكوفيه والايس كاب والحاجات دي كلها. هي بتتعرف من كده يعني، هي انت شغلك بيتعرف من كده يعني. وبعد كده بقى بدات ان انا زي ما قلت لك ان انا بدات اسوق بقى الحاجات دي اونلاين. ايوه. وبالنسبه لجوزك بقى اخباره ايه؟ طمنيني عليه. لا بصي والله يعني الحمد لله، يعني من الناس اللي ساعدتك الحمد لله، هو بعد ربنا طبعا اكيد، طبعاً اكيد الفضل لزوجي، انا بشكره جدا جدا طبعا على ان هو مستحملني انا وخيوطي في البيت. شويه هنتكعبل فيها يعني. ايوه طبعا. فلا هو طبعا كان ليه فضل كبير جدا 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 ان انا اوصل واقدر اعمل كل الحاجات ديت. هو من غير ان هو مستحملني على كل دوت طبعا انا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه. اكيد. لا الحمد لله هو من اول الناس اللي بيدعموني جدا جدا في شغلي، وتعبانين معايا بصراحه هو ووالدتي يعني، في سواء يعني بقى. كل الدعم لي ولوالدتك. طبعا مفيش طبعا. حد تالت؟ لا هو اكيد. والدتي وجوزي يعني ربنا يخليهم لي يعني، ما شاء الله انا بشكرهم جدا على دعمهم ليا وعلى ان هم مستحمليني بصراحه. ربنا يخليهم لك ربنا ودايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليك. وهرجع اقول لك تاني الحاجه ما شاء الله ممتازه، حاجات البيبي والشنط والصالون. يعني انا شايفه في اختلاف في الشغل، مش الكروشيه المعتاد اللي احنا بنشوفه. الحمد لله الحمد لله، يعني ده الاختلاف. وبشجعك جدا على فكره الورش دي، هتبقى حلوه، هتبقى حلوة بجد وهتفيدك اكيد. ممكن ان شاء الله في الفترة اللي جاية كده تكون بنوتي كبرت شوية وربنا يسهل ان شاء الله. اكيد. ازاي بدأتي تسوقي لنفسك على السوشيال ميديا؟ بدأت بأول شنطة زي ما قلت لك اللي هي بتاعت اختي جوزي دي. انا عملتها لها، هي كانت عجبتها وقالت لي تعرفي تعمليها لي، قلت لها ان شاء الله هعملها لك. والحمد لله، لاني انا كنت اشتغلت فتره كبيره برضو قبل ما اتجوز وبعدين وقفت وكده، فعندي كده كده الخلفيه اوكي ان انا اعمل ده. ان انت تبداي. بدات ادور على نوع الغرزه ديت واشوفها وكده، والحمد لله عملتها لها. ودي كانت اول صوره انا كنت باخد راي الناس فيها على الجروبات يعني، بنزل مش عشان اسوق في الاول، لا لكن كنت عايزه اعرف ايه رايهم في الشغل نفسه. تمام. كشغل عموما يعني. هل اكمل؟ هينفع ان انا اكمل ولا شغلي مش هيبقى مش كويس؟ هينجح. فلا الحمد لله بدا بقى يطلب مني منها باشكال مختلفه. بدات انا انزل اعرض شغل شنط تانية ان انا قابله للتنفيذ وان انا انفذها وحاجات كده، والحمد وفعلا لله. اللي قلتي هقدر انفذه ونفذتيه. نفذتها الحمد لله وعملتها زي الصور بالظبط. الحمد لله ما شاء الله. الحمد طب لله. وبالنسبه للملابس بقى، السالوبتات وحاجات الاطفال والكلام ده؟ السالوبتات صوف. بشتغل بخيط صوف. معظم الاصوات بقى احنا عارفين انها بتكش، صح؟ لا بصي هو لا لا بصي هو الصوف بيبقى اهم حاجه في اختيار الخيط بتاعه ان هو يبقى ما بيوبرش، ويكون الحساسيه بتاعته يعني ما يبقاش فيه حساسيه للاطفال كمان. اكيد. فانا الحمد لله بشتغل بخيوط ان هي تبقى كويسه على بشره الاطفال. ونوع ممتاز يعني، مش بتبقى اي حاجه يعني. ايوه تمام. تمام. انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده يا ايمان، بجد نورتينا. انا اسعد، ربنا يخليك. زي ما قلنا الكروشيه فن جميل موجود من زمان، على الرغم من ان هو بياخد وقت طويل جدا وبيواجه اللي بيشتغلوا صعوبات كتير قوي، الا ان كل اللي اندمج فيه اثبت ان هو حاجه مسليه ولذيذه، هي روح الانسان فعلا، ان يكون عندك موهبه وتقدر تنميها. وانا سعيده بوجودي معاكم النهارده، محدش يروح في حته، استنونا في الفقره التانيه من شباب شو. سلام عليكم.